ده كلام يابا. تبيع المحل والبيت اللي حيلتك وببلاش كمان. تفكر فيها زي ما فكرت في شويه المقاطيع اللي انت ملموم عليهم. انا ما فيش يوم عدى عليا من غير ما افكر فيك. لكن انت لا سالت ولا اتصلت ولا اني كنت فارق معاك. كنت عايزني استناك لحد امتى؟ لحد ما اموت لوحدي في البيت وريحتي تفحفح. يوم شويه الاوباش دول بقى يلموا بعضيهم ويعملوا عليك رباطيه وياكلوك الاوانطه. اتقدم وانت بتكلم ابوك يا عماد. ابويا اللي راح اتجوز واحده قد بنته ولا حتى قد حفيدته. اقول لك ايه بس يابا؟ قول اللي انت عايز تقوله. انت ايه اللي رجعك؟ انا ما رجعتش بمزاجي. انا لو بمزاجي ما كنتش رجعت ولا حتى بعد مليون سنه. الولية اللي اتجوزتها عشان اخد الجنسيه ضربت معاها عركه وراحت مبلغه عن البوليس وقالت عليا ان انا ارهابي. قاموا مرحليني. واللي انت اتجوزتها دي زي سامية كده؟ لا، ست كبيرة فوق الستين. يعني لا تعيرني ولا عيرك، الهم طايلني وطايلك. ماشي يابا، بس انا شاب وممكن اغلط واتعلم من غلطي. انما انت بقى، انا قلت هرجع الاقي الحلقة احسن، الاقي المحل والبيت مستنيني وهقدر ابدأ بيهم حياتي من جديد. مين ضحك عليك يابا واخدهم منك؟ ما يخصكش، اللي ضحك عليا ضحك عليا منه لله. عندك حق، من حكم في ماله وما ظلم. على فين؟ رايح في 60 دقيقة تاخدني يابا. سلام. كمان هتعمل منع حدوته يا ارزه؟ لا اكيد جايبه علشان يطلقوا على المصيبه اياها يا اخواني. مصيبه ايه يا عم ارزه؟ تقصد الحاج سلطان؟ اهو المكواجي فاهمها. لكن انا مش فاهم، فهمني. افهمك، تقدر تقول لي هو الحاج سلطان بقاله كام يوم مش باين ليه؟ راح فين يعني؟ ما بيقولوا مسافر. ما احنا كلنا هنسافر، ده كاس وداير على كل الناس. انت تقصد يعني؟ يا اخويا انا ما اقصدش حاجه، اعمل معروف، بس اللي ما يشوفش من طرت الغربان يبقى ايه؟ يبقى اعمل نظره يا ارزه. الكلام ده خطير يا عم ارزه وتطير في رقاب. هو انا قلت حاجه يا عم؟ انت هتشتغل لي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بس هتقفل المحل ولا ايه؟ يا اخويا علم علمك، اهو بقاله مده مش باين، ما اعرفش عنه حاجه. شكرا يا رجاله. جالكم كلامي؟ اجتماع القمه بدا اهو. ده الحكاية فيها إن يا أخوانا. حاسب صبحي. تصدق أول مرة أعرف إن الوكالة منفذة على مدروم؟ المكان ده إحنا مسمينه خرم الإبرة عشان هو مخفي زي ما أنت شايف، محدش يقدر يكتشفه بالسهل. مش معنى جاي تورهولي النهارده يعني؟ بص يا صبحي، اقعد. المال اللي كتبه لي الحاج سلطان مش مالي لوحدي يا خالد، ده مالك انت كمان. اظن ان الاوان تعرف كل صغيره وكبيره تخصه. كمان يعني ده اللي بيصرف علينا ومعيشنا. بدل ما نتكلم عن الفلوس ونقعد نقسم الثروه، عايزين نعرف الحاج راح فين الأول. ما خليتش الطريقة ممكنة، ما وصلتش لحاجة. ما تبلغ البوليس، احنا مش عايشين في بلد والبلد دي فيها حكومة. ما ينفعش. ما ينفعش ليه؟ أنا مش فاهم. ولاد الليل اللي زي حالتنا لما تحصل لهم مصيبة كبيرة زي دي ما ينفعش يبلغوا البوليس ولا حتى يخلوا الحكومة تعرف. ولاد ليل؟ الكلام اللي انت بتقوله ده؟ يا صبحي تكون فاكر ان الهلمة دي اللي عايشين فيها كلها من ورا حتة الانتيكات اللي فوق قدام عينين الناس دي واجهة بس يا اخويا، لكن الثروة الحقيقية يا صبحي، اكل العيش الحقيقي كان بيتخزن هنا وبيخرج من هنا وبيتباع بره بره.
لا مين شاف ولا مين تري. يعني الكلام اللي كان بيتقال ده صحيح؟ مهربين اثار يعني؟ وانا ما كنتش مصدق. يعني لو كنت تعرف ومصدق كنت رفضت تاخد اي جنيه اتصرف عليك على بال ما كبرت وتعلمت وخدت الشهادات؟ طبعا. بص انا مش عاوز اسالك اسئله صعبه عشان ما اسمعش اجوبه خايبه. كل همني دلوقتي انك تكبر وتبقى قد المسؤوليه وتعرف الحقيقه. بلاش يا سعيد. بلاش ايه؟ انا مش عايز اعرف حاجه، كفايه اللي عرفته. احنا كده كويسين. انا اعتبر نفسي ما سمعتش حاجه ولا جيت هنا من اصله. من يا اخويا، بس دي مش سكتي. تربيتوني علمتوني في النهار، صعب قوي تجيبوني دلوقتي وتعلموني زي وقت الليل. الشياكه دي كلها كان طول عمري من اشيك 10 شباب فيك يا بورسعيد، بس اللي يشوفه يقدر يا مهلبيه. الله 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 الله، وبرفان كمان مستورد من الغالي، البخه منه قد مهرك. وكل ده بقى علشان نازل السوق؟ طبعا، مش لازم الواحد يترسم قدام الناس عشان يحترموه ويضربوا له تعظيم سلام في الرايحه والجايه. طب خاف على نفسك من الحسد، ما يحسد المال اللي اصحابه. ابعد من وشي بقى، يلا خلينا ننزل. ابعدي عن سكتي. يخرب بيت حكايه. الكلمه الوحيده اللي قلتها صح في حياتك كان يخرب بيت حكايه. عامل ايه؟ كله تمام والحمد لله يا ريس. انا المحامي لسه مخرجني من اليابا دلوقتي حالا، قلت لازم اجي على الوكاله اسلم عليك الاول قبل ما اروح البيت. اصيل اصيل يا عنتور. شفت يا ريس لعبوا في وش البخت ازاي ولاد الهرمان؟ انت ولا يهمك. ماشي يا ريس. يا درويش. امر يا ريس. طلبات السوق كله النهارده على حسابي، حلاوه رجوع عطر بالسلامه. هدوم العز يا ريس. هو الواد رجع من الحجاز ولا ايه؟ انا عارف يا اخويا، اهو سيستم طالع نازل يوزع في فلوس زي ما يكون لقاها في الشارع. هات لنا حاجه سهله يا حسام، حلاوه عنتر بالسلامه. الو، ده كلام ده ولا دي مواعيد يا ست قطم؟ سايباني قاعد ملطوع بقالي 3 ساعات وانت ما نزلتيش من البيت حتى. يخرب بيت دي حكايه. ما هو انا مش هاجي يا معلم. مش في بينا ميعاد؟ اه كان، بس انا قعدت قلبتها في دماغي فلقيتها ما ينفعش. وايه بقى اللي يقل لي نفعه؟ لازم تعرف ان انا لا بتاعت خروجات ولا فسح يا معلم. ومين بس قال خروجات وفسح يا ست قطم؟ اه لو كنت فاكرني بنت بتاعت هزار وتقضية وقت، لا تبقى غلطان يا معلم، أنا بنت جد وأحب الجد. واني أبو الجد وعمه وخالته كمان. خلاص
يبقى تقول لي ايه اللي في دماغك وانا اقصر عليك الطريق. اللي تقولي عليه انا ما اقولش اخويا، بس كل بيت وليه باب، واللي يخش من الباب ازاي اللي ينط من الشباك. يا سلام، وهو اللي في ديك الساعة لما اخش من الباب؟ انا بس كنت خايف لا تكسفيني. سكت ليه يا ست الستات؟ هما بيقولوا السكوت ايه؟ علامة الرضا. بجد وجد جد كمان. بس خلي بالك يا معلم، انا مهري غالي قوي. لو كنزة ما غارت علي بابا قال انشاري وبالثلث، وكمان حطلوبك رسمي الليلة دلوقتي. الحساب يا ابني، يخرب بدي حكاية. يا حرق دمك يا سعيد، يا حرق دمك. على ضمانتك يا إرزة. وهو أنا لولا بحبك وقلبي عليك كنت دلتك على المصلحة دي خالص يا أبو العزايم. وانت يا راجل بتعمل حاجة لله في لله، أكيد هيطلع لك يعني مصلحة من الحكاية. طب وماله؟ ودي فيها حاجة وحشة يعني؟ يا سيدي خلي الخير يعم على الكل. وبعدين انا عايز اقول لك حاجه، حكايه البلد حكايه كبيره قوي مش زي ما انت فاهم. ايوه، مش يعني تروح تشتري لي شويه ربابيكه بملين من الناس وتبيعهم باتنين مليم. لا، ده الموضوع اكبر من كده بكتير. ده فيه ناس ياما بنت عمارات وركبت عربيات وكل ده من البالي. ايوه والله وحياه خالتي تفيدي. ايوه انا سامع برضك عن حكايه البلد المستورده دي، بس يعني ازاي يعني بتعمل ايه؟ انا افهمك، بلوكات الملابس المستعمله دي بتيجي من بلاد بره حاجه نظيفه A1. ايوه، وبتنزل الميني بتتخطف في غمضه عين. ايوه، الهدوم بعد كده بتطلع فوق تتغسل وتتكوي ويتحط عليها التيكت وتتباع فشر جديده. ايوه انا سامع عن ان الحكايه دي بتاعت الناس الكبار، بس الصغيرين اللي زي حالاتنا يعني مالهمش فيها ولا ايه؟ لا بقى، دي تسيبها على عمك القرزي. بلك انت يا واد ابو العزايم، ايه لو حظك ضرب بين يوم وليله هتبقى مليونير بدل ما انت قاعد كده زي الكلب الاعور. يعني برضه الاعور. الله يصلح حالك. طب قول لي ازاي يعني الحكايه دي؟ طب انا اعرف واحد صاحبي فتح بالي علي النعمة. يا خرابي يا خرابي، لقى فيه ميدالية أولمبية. شو بقى ميدالية أولمبية تساوي كام دي ولا تجيب لها كام دلوقتي يعني؟ أرزاق أرزاق. طب قول لي، هي اللي اسمها بلوك البلدي يعني تعمل لها كام كده يعني؟ اللي هتجيبه هنشتري بيه يا ابو العزايم. بس خلص وحياه والدك علشان البضاعه الكويسه بتتخطف عوام عوام، وبعدين الفرصه بتيجي للواحد مره واحده. انتهزها يا كفايه. انت ايه؟ راديو اتفتح، خلاص هرد عليك بكره. ايه ده؟ انت سابنا سبتك واحد هنا يا عزام؟ يا اما. لو انت شريكي واني مش واخد بالي ولا ايه يا عجه؟ لا يا عم، ان كان عليا انا مش عايزك، انا مرسال بس. مرسال؟ ومين بقى اللي عايزني؟ سيد المعلمين المعلم كان. هو في غيره؟ يا اما معلم الكن عايزني في ايه بقى؟ سيجار عزام. تشكر يا معلم. عامل ايه في شغلك الجديد؟ الحمد لله ماشي عالي العال. لو حد ضايقك قول لي ومالكش دعوه انت. هو ايه العباره؟ عباره ايه؟ عجة قال لي انك انت عايزني، مش معقولة يعني تعوزني عشان تضيفني بسجارة وتسألني ايه الحال. عندك حق، لا انا اصلي عايزك في موضوع. لو يعني موضوع في السوق انا دلوقتي برا السوق، يعني مانيش دعوة باللي بيحصل بيه، انما يعني لو ليك مصلحة في سوق البالي. لا انا مش عايزك في شغل، انا عايزك في موضوع خصوصي. خصوصي؟ خصوصي يعني؟ انا ليه عندك خدمة عزام؟ وانا رقبتي لو هقدر مش هقدر، قصدي يعني هنفذها يعني. أنا طالب إيد أختك. أخت مين؟ أختك. أخت مين؟ هو أنت ليك كم أختي هلا أنت؟ هي واحدة، أوعى تكون هي. هي؟
وانت راجل البيت وليك كلمتك. ها وانا قلت اخش البيت من بابه. ها ايه قولك؟ قولي يعني ماشي بس يعني سيبني افكر بس. تفكر ده ايه؟ دي حاجة سهلة ما فيش اسأل منها. انا الليلة اجيلكوا البيت. ها نقرا الفاتحة ونكتب الكتاب ونعلق جواب. طب ناخد رأيها الأول. موافقة طبعا. ايه ده بالسرعة دي؟ طب مش تفكري الأول؟ وهي دي محتاجة تفكير؟ هتتجوزي الكن يا أطعم؟ تصومي تصومي وتفطري على بصلة؟ الكن بصلة. حلوة حلوة يا أمين حلوة. عاجبني داخل مزاجي. أخرجي منها أنت بس عشان تعمر. يا بنت يا بنت ده فضح أخته قدام الناس كلها في الشارع. راجل راجل وسيد الرجالة كمان خايف على اخته عايز يحميها. تكونيش يا قطم عايزه ترديها لسعيد بتتجوزها اخو اللي اتجوزها. بقولك ايه يا حياه، كل واحد يا حبيبتي يحط لسانه جوه بقه ويشوف يا اختي الوكسه اللي هو فيها. ها الوكسه يعني؟ انا اقول للراجل ايه؟ طيب الراجل قال لي انه عايز يجي الليله وعايز يلبس الدبل ويقرا الفاتحه ويكتب الكتاب. تكلمه في التليفون فورا تقول له تشرف وتنور. طيب كلمه. نفسي نفسي مرة تخيبي ظن فيك. يو مش كان هيطلع لك حلع عشان اتجوز؟ اديني هتجوز. الو على فين؟ يا ابو نسب نقول مبروك. ايه هطلع اشوف العيلين. اول نعمة مبروك. عشان يموت. ايه لا الليلة هنستناك. ماشي يا سيدنا. ماشي يا معلم. ماشي يا ابو نسب. سلام يا حبيب قلبي. سلام. يعني توعتها يا ابن امك؟ هعملها ايه بس يا اما، دي حياتها وهي حره فيها. انت عمرك ما خيبت ظني فيك. انا عايزك تركزي معايا يعني بس يا اما، انا عايزك في موضوع مهم قوي. موضوع ايه؟ موضوع الباله يا اما. الباله. حبيبة قلبي ازيك يا نوجة؟ وحشان يا حبيبتي قوي 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 قوي. والنبي يا اختي كنت عايزه اطلع لك من اول النهار بس كان عندي شويه شغل كده وشويه شغل كده. اوعي تكوني زعلانه مني. لا لا مفيش زعل ولا حاجه. يا اختي جميله يا اختي. بتكلمي مين يا نوجة؟ انا يا خالتي. معلش يا نوجة. قطر خير يا حبيبة خالتك. إنما يعني إيه اللي لم الشاني على المغربي؟ نوجة؟ دي نوجة طول عمرها حبيبتي. بس الظروف يا أختي ما حكمتش إن أنا وهي نتعرف على بعض. بس الحمد لله أهي الظروف جت لحد عندنا. ظروف إيه؟ أصل أنا جاي أعزمكم يا خالتي على المناسبة السعيدة بتاعتي. مناسبة إيه؟ أها مش أنا ونوجة هنبقى نسايب؟ نسايب؟ آه الليلة يا أختي كانت بكتبي على أخوكي الكن. تتكلمي جد يا قطم؟ وجد الجد يا خالتي. والنبي والنبي شرفونا الليلة دي. الليلة الليلة؟ آه الليلة الليلة. فوتكم بعافية بقى. أصل يا أختي راح للكوافير والحاجات بتاعت الستات دي اللي انتي عارفاها. نوجة هنشوف بعض كتير قوي يا حبيبتي بعد كده. فوتكم بعافية. بقلدتي ولعبني وصل للدرجه دي؟ كله بيعجن وبيفتي على مزاجه. قولوا ايه اكتر من كده؟ هما بس يعني بيلمحوا ان الحاج ايه يعني؟ اتكل على الله ربنا رجعه بالسلام. هو كله كلام يا جندي، والكلام ما بيلزقش. في حاجه اكتر من الكلام؟ في البضاعة اللي داخلة خارجة من محل الكن القديم وبتتوزع في السوق بأرخص الأسعار وعلى الهادي. ماشي ماشي اتكل على الله. انت يا جن. ماشي يا ريس اشوفك بكرة. الحق قبل ما انسى.
في ايه تاني؟ محل عم سعاتي قافل بقاله جمعتين. سلام يا ريس. سلام. طب الصبح ولازم تترسم قدام المقاطع بتوع السوق، انما بالليل كمان شغل الليل اهم من شغل النهار يا نعنع. شغل ولا سهرة؟ وحتى لو سهرة مش الواحد لازم يعني يبقى شكله شيك وكويس قدام الناس اللي سهران معاهم؟ على حسب الناس دول يطلعوا مين. شغل كله بيزنس عشان مستقبلك ومستقبل العيال. عارفه كان لو كنت بتلعب بديلك وملمون لك على واحده كده ولا كده انا ممكن اعمل فيك ايه؟ هتعملي ايه؟ هخلي اللي ما يشتري يتفرج عليك. حلاوتك حلاوتك يا نعناع، حلاوتك وانت بتغير عليا يا شقاوة بورسعيد. انا نورت عليك وعملت اللي عليا. عارفه لو ادوني الدنيا كلها في كفه وانت في كفه اختارك انت وارمي الدنيا. يخرب عقلك، تعلمت الكلام الحلو ده فينك كان؟ من يوم ورايح ههريك كلام حلو. انا لازم انزل، الواد العجة زمان وخلل وهو مستنيني. يلا بالاذن بالاذن يا مهلبية. افندم. عاوز عم ساعاتي. مش موجود. امال هو فين؟ ممكن اعرف بتسال ليه؟ بقاله اسبوعين قافل المحل، لقيت عليه فجيت اسال عنه. لا والله، محله مش ده برضو المحل اللي انت عايرته بيه وبالايجار اللي ما بيدفعهوش؟ اه، اللي حسبته لقيته. راجل زعلان واخد على خاطره. في ناس لسه عندها دم. انا ما قصدتش ازعله، بس حضرتك خرجتيني عن شعوري وجبتي له الكلام. انت معاك حق، ما اصل انا اجرمت ان انا وقفت جنب واحده ست ورفعت لها قضيه حضانه، كان لازم اقول لها لا واديها فوق دماغها كمان لمجرد انها طليقتك ولمجرد انها بالصدفه ام اولادك. ها، ما انت خلاص فوق القانون. ما منوش فايده الكلام ده. عمي ساعاتي هيرجع امتى؟ يرجع وقت ما يرجع، ما اعرفش. طب لما يرجع قولي له ان انا جيت وسالت عليه وعاوز اشوفه. اي اوامر تانية؟ لا، بس سلمي لي عليه. يوصل. ايوه اللعيب اللعيب، البس بقى كم، البس يلا البس، اثبت بقى كم. ثوره عجل. ايوه ثواني بقى كده. ايه ده؟ ايوه لا تدي بقى. الله، قرب لي شويه. يلا ايه يا سيدي معلمي، اثبت شويه كده. لا تدي، استنى بقى واحده كمان. احلى سور بورسعيد دي. خد يا عجه اللي اتديهم على الشق. تبلاش العروسه. يا جدع بوظت لي الصوره، وكمان يعني هو انا مركب عيون فافية؟ ما تفتح انت عزام. بقول لك ايه، ما تاخد الصوره مع العروسين. يلا بينا. يلا 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 حبقى. اهو سمعينا زغروطه يا حاج. مساء الخير. مساء مساك يا ابني. سامع الهيصه اللي تحت دي يا بابا؟ ايه اللي بيحصل تحت بالظبط يا امي؟ تعالي يا صفاء، تعالي خشي اوضتك مع اخوكي جوه. حاضر. لعبوا مع بعض. في ايه يا عزيزه؟ دخلت البنت الاوضه ليه؟ ابدا، اصل ده كاتب كتاب قطم دلوقتي. والله
هي ايه؟ ما بتتعلمش؟ وطي صوتك العيال يسمعوا. ما اسمعوا؟ هي بتتجوز عرفي؟ ما هم ما شاء الله عاملين هيصة ومسمعين، والبلد كلها بكرة هتعرف، وسيرة أمهم هتبقى قلبانة في كل بق. ما هو حقها برضو مش كده؟ ما قلناش حاجة ولا فتحنا بقنا. هات الجوز بدل مرة 10 20. والعريس منين ما شاء الله المرة دي؟ محلي ولا مستورد زي المرة اللي فاتت؟ لا من هنا، ده الكان أخوي. مين؟ دي كانت مبسوطة قوي وهي بتقول لنا الخبر من شوية. انت رايح فين؟ واي منوش السعادة يا نوجة، برضو نزل لها؟ بعتك مرتين ومش قادر تنساها؟ بقولك واي منوش السعادة يا نوجة بدل ما ازعلك. نزلتك مش هتفرق يا سعيد، دي اختارت ام مزاجها من وسط رجالة بورسعيد كلها. واي من وشي. اهلا 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 يا ابو نسب. حلوه منك دي يا كان، ملعوبه. الله يبارك فيك يا سيدي. مبروك يا قطم. معلش بقى اسمها الست قطم، انا الحريم بتوعي ما يتنديش اسمهم حاف قدام الناس. سمع يا قطم، قصدي يا ست قطم، بقيت من الحريم بتوع حريم الكن. انا داخل من الباب مش من الشباك يا عمنا، وبعدين ما حدش غصبها على حاجه، دي راضيه ومبسوطه 24 قراط، صح ولا لا؟ صح، اكبر صح. ما تقعد تشرب شربات السعيد. خلي عندك دم يا لا. انت واعيه اللي بتعمل ايه؟ واعيه، واعيه قوي يا سعيد. ده الكن يا قطم. خرب بيت حكايه، انت كده بتغلط فيا يا عمنا وانا ساكت. صور يا حجه. انت عارف يا كن ان انا ممكن امد ايدي عليك واخليك فرجه للعالم دي كلها، زي ما حصل قبل كده كتير. بس بقى انا وانت عارفين ان جدتك خلاص نحست، ما عادش في منك رجل، يعني ما تستاهلش حتى اني امد ايدي عليك. بس معلش، هيكون لي معاك كلام بعدين في السوق. اما انت يا قطم، يا ست قطم، يا مرات الكن، فبشوقك اعملي ما بدالك. بس لازم تعرفي ان اللي بيشيل قربة مخرومة بتخر على دماغه لوحده، مش كده ولا ايه يا ام صفوان؟ معلش يا جماعة، هما بس كانوا كلمتين لازم يتقالوا وراحوا لحالهم، متاخذوناش يعني، قطعنا عليكم الأنس والصهللة، متأسفين. البنت راحت فين؟ بنت مين؟ نوجة؟ أنا حكون بسأل عن مين؟ غبت وسابت البيت. فاهم فاهم إنها غضبت، بس هي يعني راحت فين؟ أكيد راحت بيت أخوها، هي ليها مكان تاني تروحه؟ ليه؟ أنا مش حالف عليها يمين ما تروحش هناك. إيه؟ عايزها تقعد لك وأنت بالحالة دي؟ أنا في بيتك واحدة ست ولا تلاجة؟ ماشي،
المركب اللي تودي مصيرها تجيب. بس اسمع يا سعيد، البنت في دي عندها حق. طب سيبيني في حالي يا أم الله يعزيك، عشان مش طايق نفسي. وفري الحكم والمواعظ بتاعتك لوقت تاني. معقول تعمل كل ده عشان قطم هتتجوز؟ لا يا ستي، مش عشان قطم هتتجوز، بس عشان الجربوع ده هيبقى جوز أم العيال. فاهمين الوجع فين؟ طب ما هي أخته بقت مرات أبوه، إيه الفرق بقى؟ لا لا يا أم، في فرق كبير. بقولك إيه يا أم، أنا مش طايق نفسي وما عنديش دماغ للأخذ والعطاء. لا أقولك أنا آخر نازل. مع السلامة. يا مسبت السودة، الكلب هيتجوز؟ إيه نانا، في إيه؟ أنا بحسبك عارف. جايك بشريني بإيه يا نوجة؟ عارفة منين؟ يخرب بيتك راجل بقى بعد ما القرش يجري في إيده يبيعني بالسهل كده؟ يا ريتني ما كنت اجريت ولا قلتلك. وانت ذنبك ايه؟ كان هيفضل مخبي عليا لحياه امتى؟ لحد ما يدخل عليا باخوات للعيال؟ يا بنت مش للدرجه دي، اهدي بس، ده هي ليله كده وهتعدي وهيرجع لك انت وعيالك. يرجع لي؟ وحياه ديني اللي انا نازله له دلوقتي. يا بنت اهدي بس، استني بس يا بنت يا نعمة. زواج مبارك ان شاء الله. ما مدتش انا. زواج مبارك ان شاء الله. الف مبروك يا معلم كان. مبروك يا سيدي معلمين، عقبال كل مره كده يا رب. اتفضل يا مولانا. بشكرك يلا شكرك. ابوك عروسه. يا ابو عيالي. مش انا ده هي. مبروك يا عروسه، احنا اتقابلنا قبل كده قريب ده لو لسه فاكره يعني، مش كده كان؟ روحي بيتك دلوقتي يا نعنع ونتكلم بعدين. انت اللي خليت فيها بعدين ولا قبلين يا كان؟ انت خلاص جبت ضرافها وشمعتها بالشمع الاحمر. اسمع الكلام واقصر الشر احسن لك. العيب عليك، ابقى جايه اهني وبارك وافرح لك انت وعروستك. قلت لك كده زي الكلبه، حتى ما يبقالكش حاجه. اخر مره هقولها لك بلساني. طب كنت عزمني على الاقل، كنت جبت العيال وفرحنا لك وعملنا لك زيطه، بدل ما تروح تعملها من ورايا كده زي ما تكون بتعمل عامله. انت كمان بتغلطي فيا. المستقبل اللي انت نازل تأمنه لي انا والعيال يا كان، هو ده الكلام الحلو اللي اتعلمت تقوله جديد؟ هو ده اللبس والريحة المستوردة اللي فايحة منك؟ يخونك كل اللي عملته معاك، يخونك شلت ليك والبيتك والعيالة لما كان محلتكش اللضا. مش عارفة أقول لك إيه، أنا قصرت معاك في إيه؟ خلاص هي دي جزاتي. بس هقول لك إيه، لك حق، لك حق تعمل كده وأكتر من كده. ما هي اللي زي ملهاش تمن، اللي زي بتاعت الغلب والشقة وبس. لكن بقى يوم لما تقب على وش الدنيا والقرش يجري في ايدك ترميني وتروح تدور على عروسة حلوة تنسك ايام الضنك والحرمان. ستات اخر زمن قاعدة ولكنها عاملة اي حاجة. ليك تذكر زغرة طوله
ده جوزي وابو عيالي. جوزي بيتجوز النهارده. اني هزغرط لك يا كن. مبروك يا جوزي. معاكي حق يا أم، دي حركة خيبة ما يعملهاش عيل ابن مبارح وقع لشوشته في بنت الجيران. وانت يا كم ايه حكايتك يا هلفوت؟ كل يوم طلع لي بحدوته. لازم اعرف مين اللي وراك. عديها بقى الست الستات، عايزين نفرح باللي بقى من الليلة. ليلة؟ ما راحت الليلة. جت الحزينة تفرح. على رأيك يخرب بيتي حكاية. يعني حكاية الست نعنع دي امسحيها فيا انا. انت ليه عملت كده؟ ليه ضربتها قدام الناس؟ ده كويس اللي جت على قد كده. انا اللي كان يحكمني عليها كنت ولعت فيها بجاز 7 مرات. يعني انا ممكن يحصل فيا كده؟ ده كلام ده هي حاجه وانت حاجه تانية. طب انت ليه ما قلتلهاش من الاول ووفرت علينا الفضيحه ديت؟ كل شيء باوان، وكويس انها عرفت. غيري بقى السيره النكد دي عشان الليله ما تغمقش اكتر من كده، يخرب بيت ده حكايه.